بسم الله الرحمن الرحيم. من الرؤى المهمة التي يراها كثير من الناس رؤيا الجمل في المنام، وقد خصصت هذه الحلقة مع حضراتكم إن شاء الله حتى نفك ألغاز هذه الرؤيا، لأنه باختصار شديد رؤيا الجمل في المنام لها ثلاثة اتجاهات في التأويل. الاتجاه الأول نفسر فيه الجمل في المنام على معنى من المعاني التي دلت عليها كتب تفسير الأحلام. الاتجاه الثاني يفسر فيه الجمل في المنام على أنه خادم من خدام السحر أو جن متلبس. الاتجاه الثالث يفسر فيه الجمل في المنام على أنه حارس أو رصد من الأرصاد التي تكون فوق الدفائن والكنوز. وسأبين لك في هذه الحلقة إن شاء الله متى نفسر الجمل على الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث. والجميل في هذه الرؤية أن كل تفسير سأذكره فيها إن شاء الله جل وعلا سيكون صحيحا عاما بالنسبة للرجال والنساء، الشاب، الفتاة، الأعزب، العزباء، المتزوج، المتزوجة، المطلق، الأرمل، الحامل، الجميع فيه على حد سواء. والآن اجعلونا سريعا نبدأ في هذه الحلقة على بركة الله. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما قلت لحضراتكم سلفا، رؤيا الجمل في المنام لها ثلاثة اتجاهات في علم تفسير الأحلام. الاتجاه الأول نفسر فيه رؤيا الجمل في المنام على معنى من المعاني التي دلت عليها كتب التفسير والتأويل. الاتجاه الثاني يفسر فيه الجمل في المنام على أنه جن متلبس أو خادم من خدام السحر. الاتجاه الثالث يفسر فيه الجمل في المنام على أنه رصد من الأرصاد التي تكون حارسة على الدفائن والكنوز. والآن نبدأ من الاتجاه الأول والذي نفسر فيه الجمل في المنام على معنى من المعاني التي دلت عليها كتب تفسير الأحلام. وفي هذا الاتجاه أيها الأحبة يكون رؤيا الجمل أحيانا خير وأحيانا شر، ولنبدأ الآن من الخير. فمثلا إن رأيت نفسك قد اشتريت جملا أو دخلت بيتك بجمل، أو رأت المرأة المتزوجة أن زوجها دخل عليها البيت بجمل، أو أهدي إليهم جمل، أو أهدي إليها جمل، أو أهدي إلى البنت العزباء جمال، أو رأى في المنام مثلا أنه يركب جملا يعرف أين يذهب به، يعني يعرف الطريق الذي يسير فيه، كل هذه الرؤى رؤيا خير وبشارات بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل في مجملها العام على بشارة صالحة وخير ورزق وفير يصيب صاحب الرؤيا، وتدل أيضا على الزواج للعزباء وعلى أمور كلها خير في خير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا رأى نفسه أنه يركب جملا يسير في طريق هو يعرف أين يذهب في هذا الطريق، يعني عارف الطريق اللي مشي فيه رايح فين وجاي منين، هذه رؤية صالحة جدا، سواء كان الذي رآها رجل أو امرأة، صغير أو كبير، متزوج أو أعزب أو مطلق، كل الجميع فيها على حد سواء، تدل على الاعتدال في الدين وعلى العصمة في الأخلاق وعلى على الحكمة في التفكير. بس كما قلت لك بشرط أنه هو يكون راكب الجمل وعارف نفسه رايح فين. البنت العزباء إذا رأت نفسها تركب الجمل وتسير في طريق هي تعرفه نبشرها بزواج في القريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذه الرؤى رؤى محمودة وخيرة بالنسبة للجمل. ندخل الآن على الرؤية السيئة، ولن نمعن التفسير ونطيل فيها كثيرا. كما تعرفون منهجي في تفسير الرؤى والأحلام أننا لا نطيل التفسير ولا نمعن النظر في الرؤى السيئة حفاظا منها على أصحابها. لكن مثلا إن رأيت نفسك تركب الجمل في المنام ولكنك لا تعرف أين تسير به، دل هذا على أن الإنسان يركب هواه ويخالف دينه، وحشيف نفسه راكب جمل وماشي وهو مش عارف نفسه رايح فين. كذلك إن رأيت موت الجمل في المنام دي رؤية من أسوأ الرؤى، سيئة جدا، وخصوصا إن رأتها المرأة المتزوجة. يعني المرأة المتزوجة إن رأت الجمل في البيت قد مات، هذه رؤية بالغة السوء، وأنا طبعا لن أفسرها، لكن ينبغي أن نحذر من هذه الرؤية وأن نحصن أنفسنا منها. مش الرؤية بس، كل الرؤى السيئة لابد أن نحصن أنفسنا منها حتى لا يصيبنا ضررها ولا أذاها. طب إيه التحصين يا مولانا؟ التحصين الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، ثم ليستعذ بالله من شر الرؤيا ومن شر الشيطان الرجيم، ثم لا يحدث بها أحدا أبدا فإنها لا تضره إن شاء الله. يبقى موت الجمل في المنام من الرؤى السيئة جدا. كذلك ذبح الجمل، إنك تشوف نفسك أخي في الله بتذبح جمل، أو الأخت تشوف أنها بتذبح جمل، هذه أيضا رؤية سيئة جدا. كذلك عضة الجمل في المنام، تشوف جمل جيري وراك وراح عضك، أو تشوف أختي في الله يعني جمل جيري وراك وراح عضك، لأن هذا معناه أن عدوك سيصيبك بشر، وربما دلت هذه الرؤية على أن عدوك سينتصر عليك. كذلك أكل لحم الجمل في المنام برضو سيء
جدا. كل هذه الرؤى التي أذكرها الآن رؤى سيئة جدا، ينبغي أن نحذر منها، وينبغي علينا أيضا أن نحصن أنفسنا منها. كذلك مهاجمة الجمل في المنام، إنك أنت تشوف جمل بيجر وراك يريد أن يعني يعضك، أو يريد أن يفترسك، يريد أن يهاجمك. كذلك أخت نفس الكلام، تشوف جمل يجر وراك عايز يعض، أيضا هذه رؤية سيئة جدا. إذا رأيتها أختي في المنام، إذا قمت من نومك أو إذا قمت من نومك، الكلام للجميع يعني، تدفل عن يسارك ثلاثا، تستعذ بالله من شر الرؤيا، ولا تحدث بها أحدا أبدا حتى لا يصيبك ضررها ولا أذاها. دي بالنسبة للحالات اللي احنا هنشوف فيها الجمل ونفسره على معنى من المعاني التي دلت عليها كتب التفسير والتأويل. طيب ننتقل الآن إلى الاتجاه الثاني، وهو إن احنا هنفسر الجمل فيه على أنه جن متلبس أو خادم من خدام السحر. إذا رأيت الجمل أسود في المنام أو أحمرا داكن اللون، خلي بالك كل الرؤى اللي احنا ذكرناها في الأول الجمل فيها بيبقى أعزك الله أبيض أو أصفر أو أحمر، يعني فيه حمرة. دي احنا خلاص فسرناها على معنى من المعاني التي دلت عليها كتب تفسير الأحلام. لكن لو شفت الجمل في المنام أسود أو أحمر داكن اللون، أحمر يعني يميل إلى الغمق، تمام، هنا سنفسر الجمل على أنه خادم من خدام السحر أو جن متلبس، سواء كان هذا الجن مرسل إليك بقصد الأذية، أو أن هذا الجن كان مثلا من الجن العاشق الذي يتلبس بالمرأة أو بالفتاة، أو كانت جنية عاشقة من الجنيات التي يتلبسن بالشباب. أول ما تشوفه أسود نقول لك لا حننقل على الاتجاه الثاني، أحمر داكن اللون لا حننقل على الاتجاه الثاني. طب يا مولانا أنا أفرض شفتي جمل يعني أسود في المنام يعني بيجري وراي أو عايز يفترسني، أو شفتي مثلا جمل أحمر داكن اللون بيجري وراي عايز يفترسني، طب أنا عايز نحدد كده، هل أنا معمول لي سحر أو أنا يعني عندي جن متلبس بي، جن عاشق أو غيره؟ أقول لك أخي وأقول لك أختي، هذا يعرف من الأعراض التي تظهر عليك. طب هل في عندنا مجال نذكر هذه الأعراض؟ لا طبعا للأسف، هذه الحلقة يعني لن تحتمل أن نفتح المجال فيها لذكر الأعراض حتى لو على حضراتكم، لكن اللي متابع معي القناة سيجد كل هذا الكلام مذكورا بأدلته وتفاصيله في حلقات سابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل الأعراض سواء أعراض المس أو التلبس أو خدام السحر احنا ذكرناها قبل ذلك مرارا وتكرارا، لكن هذه الحلقة أريد أن أبين أو أؤكد على حضراتكم، احنا هننتقل على الاتجاه الثاني في التفسير، إذا رأينا الجمل لونه أسود في أسودا في المنام أو أحمر داكن اللون. الاتجاه الثالث وهو الذي يفسر فيه الجمل على أنه رصد من الأرصاد، ودي يمكن من أخطر الرؤى، يفسر فيه الجمل على أنه رصد من الأرصاد التي تكون حارسة فوق الكنوز والدفائن. الرصد يا جماعة الخير بيطلع في أغلب حالاته جمل، ويطلع كذلك ديك أسود في الليل، بس لما بيطلع ديك مش بيطلع بقصد الأذية، بيطلع يريد أن ينفس عن نفسه. يعني تلقى المكان لو في مثلا كنوز أو ما شاكل ذلك عليها رصد، تلقى كده في الليل بيطلع ديك أسود يظهر كده ويختفي، بس كما قلت لك بيطلع لا بقصد الأذية وإنما بقصد التنفيس عن نفسه. لكن لو رأيت الجمل في المنام يطاردك، يريد أن يعضك، يريد أن يفترسك، يريد أن يهاجمك وأنت تجري، ويعني الرؤية بتكون شاقة جدا، هذه الرؤية يا جماعة الخير يدل فيها الجمل على أنه رصد من الأرصاد التي تكون فوق الكنوز والدفائن. طب لونه إيه يا مولانا؟ بيكون لونه أسود، وبيكون لونه أحمر، وبيكون لونه أصفر، وبيكون لونه أبيض، ده في الرصد بيجي على كل الألوان. واحد يقول لي هي طب وقف هنا يا مولانا، ما انت برضو ذكرت نفس القصة في التفسيرات السابقة، ما انت برضو قلت ممكن يكون الجمل لونه أصفر أو أبيض فيهاجمك، فده يدل على انه عدو. طب احنا نفرق ازاي؟ هنديك علامة، أول ما تشوف الجمل في المنام بعدها بيطاردك وعايز يفترسك وعايز يعضك، نقول لك ده رصد من الأرصاد التي تكون فوق الكنوز والدفائن. إيه هي العلامة دي يا مولانا؟ إنك حبيب في الله تكون كحد أو حفرت على الآثار أو على الكنوز في أحد الأماكن قبل هذه الرؤية. خلي بالك لو شفت الرؤية دي
وكنت قبلها كحت عندك في البيت أو محفر في مكان ما قريب منك يعني، وبعدين شفت الجمل في المنام على الهيئة دي، نقول لك خلي بالك ده الرصد اللي أنت إيه اللي بيحذرك يعني، جالك في المنام يريد أن يهاجمك ويعضك ويفترسك ويجرى أو كان ده بيحذرك إنك أنت ما تكملش في الموضوع اللي أنت شغال فيه. طب افرض يا مولانا أنا ما كنتش نحفر ولا حاجة، وما أصلا ما مشيتش في الموضوع ده خالص، وأنا معتقد كده في نفسي إن الموضوع فاضي وما فيش منه فايدة، وشفت الجمل في المنام بيجري وراي وبيعضني وبيطاردني. أقول لك في هذه الحالة ما دام لونه أصفر أو أبيض يبقى نفسره على أنه عدو من الأعداء، نفسره على أنه عدو من الأعداء. لكن لو كنت عملت القصة اللي أنا قلت لك عليها لحضرتك دي وبعدها رأيت الجمل، نعرف حينها يا حبيبي أن هذا الجمل إنما هو جن من الأرصاد التي فوق الدفائن والكنوز، وجاءك في المنام يخوفك ويحذرك. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.